ما يتقصد اسمك نربي اسمك نربي اسمك نربي اجيس نرى كل ما يقال لي كل ما يلنا الدوفوس نربي كل ما فك ربي تبارك وتعالى لكل ما يتدلنا نربي تبارك وتعالى هانس المعنى يد إلا كله يشمل كله جميع المخلوقات نربي تبارك وتعالى سواء اللي لنا غنوان ولا اللي لنا غوكل ولا اللي لنا غلسن سواء اختي تفنين العقل ولا اختي تفنين سواء ما يقرن ولا ما يملان سواء ما يتحركن ولا ما كيزقان سواء ما الدبين ولا ما ورد هرن سواء ولي قنوم ولا يقن كافر سواء ولي يقن ابن مصلح ولا يقن ابن فجر ولا كل مسائلا كله خيرا يقن مخلوق ربي تبارك وتعالى يسخر يتسخر تسخير ربي تبارك وتعالى على شيء تدبر ربي الأمور نص يرسم ربي تبارك وتعالى إسكاليسي اللجل ورد النزري يقدر فلس ربي تبارك وتعالى كرى الأمور ورد تسك ورد فلس اللي تبرس المشيء ربي تبارك وتعالى كل المسائل ورد ورقس تري كلمة قال مدرة أبلا سلي قدر العزيز العليم زغالي دبر العدل الحكيم سبحانه وتعالى أما خصص تقصد ولي تعبد ربي يحب ربي يتدل ربي هان اسم كان تيغان تخصص المؤمنين اللي كان العباد المكرمون اللي كان الاولياء المتقين ربي تبارك وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.